السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم محبي مسلسل على الحلو. المرة إليكم توقعات الحلقة 14. شاهدنا هي آخر مشهد من الحلقة السابقة عندما ريان قال لفرح لا تتغيري ولا، وقال أنا وسكت بتوقع ما راح يحسن يقول لها لساتني بحبك، لأنه لحد الآن ما قدر يقول لها أنت أنا كذبت عليك بالماضي وكنت حاطط ممثل تقليد، أنا مو أمه هي اللي روضة زواج من فرح، تتوقع يطلب منها تبعد عن وسام ولانا وتهتم بشغلها، بس فرح تقرر اجاك الريان وبتقوله علاقتي بوسام. راح نشوف لقاء متكرر بين فرح ووسام، وبيشعر ريان بالغيري ودائما بيفضل الانسحاب بحجة الشغل، أما شريهان مصمم لن تعمل لطرد إنها تعمل لطرد فرح حتى لو نجحت زميلتها بإيقاع فرح، أما أسماء ستسمح بإخلاصها واجتهادها بالعمل ولانا ستقف بجانب فرح.